والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. مصطفى ميزار وطائفة من أهم وآخر الأخبار الاقتصادية. شكرا ليلى عمر وشكرا يوسف عبدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. تواصل الحكومة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تتابع الحكومة يوميا التنفيذ للتكليفات تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، خاصة في ظل الاستعداد التام لشهر رمضان المعظم. تواصل الحكومة جهودها من خلال كافة الوزارات المعنية في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد. وتتابع الحكومة يوميا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية. كما تتخذ الحكومة إجراءات إضافية استعدادا لشهر رمضان من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات كلنا واحد وأهلا رمضان وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر. كما تقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية وكذا اتحاد الغرف التجارية لتوفير أكبر عدد من المنافذ والتي وصلت حتى الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والتي خصصت بالفعل ركنا في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة. قالت مدير منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة نوفي والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء خلال 5 سنوات قادمة. أضافت أن الدعم المقدم إلى منصة نوفي ينقسم إلى 1 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح الجديدة والتي ينشئها القطاع الخاص و300 مليون دولار لتحسين شبكات الطاقة الحكومية من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية للنفط اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات لا سيما الغاز الطبيعي. أضافت الشركة أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تحسين أمن الطاقة وإمداد السوق العالمية بشكل موثوق، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي. أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن الإنتاج التجاري لمصفات الكربلاء سيبدأ في منتصف مارس القادم بطاقات تصاعدية وتدريجية. كان العراق قد أعلن في سبتمبر الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفات النفطية والتي من شأنها مساعدة العراق على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير، حيث تبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم الواحد. تباينت مؤشرات أسواق المال الخليجية في ختام تداولات اليوم مع استقرار أسعار النفط في آخر تداولات رسمية. في السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5%. في الكويت صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37%. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.37%. وفي المقابل تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.26%.
فيما هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 72%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع يوسف عبدين وليلى عمر. شكرا لك مصطفى.